الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه من مرض ما، وأما مرض القلوب فعليه أن يجتهد دائما في علاج مرض قلبه. ما حكم صلاته؟ وهل يلزمه تغيير ملابسه؟ وردت عدة أسئلة عن التداوي بالدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ينبغي للمؤمن ألا يشق على نفسه. لم يعد يشعر بالحاجة إلى الدواء ولا إلى الرقية. هذا سؤال يتكرر من العاملين في القطاع الصحي. تجد في الإسلام صلاحا وإصلاحا لجميع هذه الأمور. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا بعد ذي بعد نتحدث عن يعني أهمية العقيدة بالنسبة للمريض، وحقيقة يعني أقدم بين يدي الدكتور جزاه الله خير قضية هامة جدا، وهذه نلحظها كثيرا في الدول الفقيرة مثل أفريقيا وغيرها، وكيف دخل النصارى للمرضى عن طريق العقيدة، فهم يساعدونهم بالعلاج ولكن باليد الأخرى يعطونهم الإنجيل وينصرونهم. لذلك كان لزاما علينا أن نتحدث عن المريض حقيقة، ويعني من واقع خبرة حقيقة في المستشفيات أكثر من 20 سنة، يعني أقولها صراحة، نحن تعلمنا الطب الغربي ولم نتعلم كيف نجعل هذا الطب طب حقيقة إسلامي، أو نحاول مع المرضى، لأن المريض يكون في مرحلة ضعف وفي مرحلة يعني يسمع من الطبيب ويسمع من الكادر الطبي الآخر، فإذا وجه التوجيه الصحيح وإذا بلغ البلاغ الجيد قد ينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة الطيبة وبهذا التوجيه إلى أن يتغير حال بعض المرضى. وفعلا يعني حقيقة مجربة، هناك مرضى يعني ما كانوا يصلون، من حديث الأطباء لهم أصبحوا يصلون ولله الحمد، بعضهم يدخن ترك التدخين، بعضهم والعياذ بالله يعني يشرب المسكرات ترك المسكرات والمخدرات، لكن بعض الأطباء يرى أن هذا تدخل في شؤون المريض ويرى أن هذا يعني تأثير عليه، لكن نحن كمسلمين نرى أن هذا من أوجب الواجبات، أن يعني تكون عقيدته صافية وصلاته صحيحة وطهارته صحيحة. لذلك كان يعني هذا البرنامج من الإخوة في الجامع وفي الإدارة التوعية الدينية بمنطقة الرياض لذكر الأمور التي تهم المريض في صلاته وطهارته وعقيدته، ومنها هذه المحاضرة التي سوف يتحدث فيها الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل جزاه الله خير، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والدكتور حقيقة جزاه الله خير غني عن التعريف، له مشاركات عديدة في مؤتمرات ودورات داخل المملكة وخارجها، والمشرف العام على موقع الوسطية، وله نتاج علمي أكثر من 30 مؤلف من المؤلفات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بادرة حقيقة للتواصل ما بين القطاع الطبي والعلماء والفقهاء لمصلحة مرضانا وما ينفعوننا في ديننا ودنيانا. هذا والله أعلم، وأترك الحديث للدكتور جزاه الله خير، لأن المحاور كثيرة، وإذا كان هناك أي أسئلة ممكن نجمعها، فإذا كان فيه وقت ممكن نناقشها بعد انتهاء الدكتور من طرح ما لديه من محاور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن كثيرا من
ما يتعلق بأحوال المرضى له مساس مباشر بالعقيدة، بل إن المؤمن ينطلق في كثير من اعتقاداته من الإيمان بالله عز وجل وبقضائه وقدره، وهذا ركن من أركان الإيمان تتفرع عنه أصول وثوابت كثيرة جدا لا بد أن يعرفها المسلم بالعموم، وأن يتعرف عليها من يبتلى بالمصائب والأمراض ونحوها، والمؤمن مبتلى كما سيأتي. فعلى كل مسلم أن يعرف كيف يزن الأمور والمواردات عليه، سواء من النعم أو من النقم، سواء من الصحة أو المرض أو غير ذلك مما ينفعه أو يضره، يجب أن يزن ذلك بما اعتقده من الأمور الإيمانية التي لا بد أن ينتج عنها عمل، لا سيما التعامل مع المصائب والتي منها الأمراض. فأول ذلك يجب دائما نستصحب الركن السادس من أركان الإيمان فيما يتعلق بالموقف من الأمراض، وهي الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن ما يقدره الله على العباد هو من باب الابتلاء، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن كما يفتن بما يؤثر على عقيدته بالشبهات، يفتن كذلك بالشهوات، ويفتن أيضا بما يختبر صبره ولجوء صدق لجوئه إلى الله عز وجل في الملمات. والله تعالى هو الذي يبتلي العباد، فالأمراض والأسقام بقدره، والمصائب بقدره سبحانه، وأنه يفعل ذلك لحكمة عظيمة، وأن ما يحدث للفرد المسلم والمؤمن بل وعموم المؤمنين كذلك من الابتلاء والأسقام والمصائب إنما هو لمصالحهم. وقد يستغرب بعض الناس ويقول: كيف يكون ابتلاء مرض يعاني منه الإنسان ثم يكون في النهاية خيره له؟ نعم، يكون خيره له بشرط، أعني المصائب عموما والمرض على وجه الخصوص هو خير للمؤمن، لكن بشروط سأذكرها فيما بعد. فالله عز وجل هو الذي منح نعمة الصحة، وهو الذي يبتلي بالمرض والسقم، وهو الذي يشفي ويعافي سبحانه. ويجب أن يعتقد المسلم أن الله كما جعل الأسباب المادية كالأدوية وغيرها أسباباً للعافية والشفاء، كذلك جعل هناك أسباباً معنوية، القرآن وغيره من الرقى المشروعة، وعلى المسلم أن يجمع بين هذه الأسباب، يعني يعتقد جازماً أن هذه الأسباب لا تتعارض، بل الواجب على المؤمن إذا احتاجها جميعاً أن يجمع بينها، وهذا أيضا سيأتي في شيء بشيء من التفصيل. فالله عز وجل جعل الأمراض والمصائب قضاء وقدر، لكن يجب أن نعرف أن كثير من المصائب والأمراض تأتي بسبب الذنوب، وإن كانت أحياناً قد تأتي لمن ليس له ذنب كالصغير وغيره ممن ليس له ذنب، لكن تكون مصلحة ومآل هذا الابتلاء فيها خير للمريض ومن حوله، بل للأمة والمجتمع كله، بما في ذلك من العبر والعظات وردع
النفس عن التمادي في البطر، في البطر في الحياة، ولولا المرض لما عرف قدر الصحة، كما قيل: الصحة تاج على الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فلا شك أن المصائب والأمراض وإن كان كثير منها يأتي بسبب الذنوب، إلا أن المصلحة فيه للجميع، المريض والمعافى. ثم لا ننسى أن من ما يتفرع عن هذه القاعدة، وهي أن الكثير مما يصاب به العباد مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، من المصائب ومنها الأمراض كما قلت يأتي بسبب الذنوب. ومن ذلك المصائب العامة والجوائح أو الأمراض المعدية التي أحياناً تجتاح أعداد كبيرة من الناس ومن المسلمين، وقد يهلك فيها ما يظهر لنا أنه بريء. وهذه مسألة أقف عندها وقفة مهمة جداً، لأنها متعلقة بعمق الاعتقاد ومهمة جداً، وهي أنه نجد أن الله عز وجل يسلط كثيراً من العقوبات أو المصائب العامة على العباد كعقوبات عامة، كما حصل فيما يسمى تسونامي، وما حصل من الأعاصير، وما حصل من الزلازل، وما يحصل أيضا من الفتن العامة التي يهلك فيها فئام من الناس ليس لهم ذنب، كما يحدث من فتن التفجيرات وفتن إلى آخره. هذه يذهب فيها أبرياء، ومع ذلك نقول أسبابها المعاصي. نعم، أسبابها المعاصي، والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الجميع. لكن العبرة بالمآل. أعني بذلك أن هذه المصائب والأمراض والأسقام والجوائح وغيرها، إذا هلك فيها الصالح والطالح، فإن الطالح تكفر له ذنوبه إذا كان مسلم وله نية. إذا جاءت هذه العقوبة تعوقب بها العاصي والفاجر، فإن الله عز وجل يكفر بذلك ذنوبه، فهي خير له. والعبرة بالآخرة ليس بالدنيا، فهذا لقي ربه مطهر بالذنوب بسبب هذه المصائب والأمراض وغيرها. أما الصالح والبريء من الأطفال والنساء ومن ليس لهم ذنب ظاهر أو فسق ظاهر، فإن وقوع هذه المصائب وهلكتهم فيها خير لهم، لأنهم لقوا الله شهداء. ولو قيل لهم تمنوا بعد أن هلكوا بسبب هذه الأمور، لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ويهلكوا بمثل هذه المصائب التي هلكوا بها، لما رأوه من الخير من والجزاء والأجر من الله عز وجل يوم القيامة. وموازين المسلم لا توزن بالدنيا التي هي لمحة بصر، إنما توزن بالمآل في الآخرة، وما يحصل له من الأجر في الدنيا والآخرة. هذه مسألة مهمة وخاض فيها الخائضون الآن، لما حصلت بعض الأحداث وحصلت بعض المصائب وهلك فيها من هلك من الأبرياء من المسلمين والأطفال وغيرهم. وقال بعض أهل العلم من باب العظة والاعتبار للناس، من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، قالوا: هذه أسباب ذنوب العباد. فصاح المنافقون والجاهلون في وجوه هؤلاء وقالوا: أنتم تجرمون الآخرين وتزعمون أنهم كذا وقعوا في المصائب والجرائم، وأنتم لا تعلمون ما في القلوب، ولماذا لا قلتم هذه عقوبات؟ هذه ليست عقوبات، هذه كوارث طبيعية. نعم، كوارث طبيعية وتكون عقوبات ولا شك، وهذا اللي يجب أن يعتقده المسلم. وكما قلت عقوبات، لكن الله عز وجل قد يأخذ بها من ليس له ذنب، وذلك خير له ولا يضره. والعبرة بالمآل، فقد حصل على خير عظيم يتمنى لو عاد إلى الدنيا كما قلت ويحصل له مثل ذلك. هناك من الأمور التي لا تزال تلتبس، بل يزاد التباس فيها على كثير من الذين يتعرضون للأمراض أو ذويهم، وهو الخلط بين مسألة التوكل على الله وأنه ليتنافى مع بذل الأسباب. وقد يكون هذا كلي أو جزئي. أعني أن بعض الناس يشعر
إنه إذا يعني لجأ إلى الطبيب أو لجأ إلى الأسباب المادية أو إلى الرقية يشعر وكأنه ضعف إيمانه، وهذا الشعور هو بذاته ضعف الإيمان، بل من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات التوكل على الله أن تجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، لأن هذه هي حقيقة التوكل. حقيقة التوكل على الله هي الأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وليس مجرد التوكل الذي هو الشعور النفسي يعني اللجوء إلى الله مع عدم الأخذ بالأسباب، بل التوكل الكامل، توكل النبيين والمرسلين، توكل الأخيار من هذه الأمة الصحابة والتابعين، توكل أئمة الدين العباد الصالحين الذين استقاموا على السنة، هو أنهم يجمعون بين أخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، لأن الله سبحانه هو الذي سبب الأمراض، وهو الذي أمر بالأسباب، وهو الذي جعل الأسباب تنفع. فقوة التوكل على الله تجعل الأسباب نافعة وفعالة. أما التوكل السلبي فهو إضافة إلى أنه بدعة، فهو كذلك نقص في الإيمان، مخل بالإيمان. وأعني بالتوكل السلبي هو عدم الأخذ بالأسباب، فهذا ضعف في الإيمان لأنه يعارض ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأسباب واسعة، سأذكر شيئا منها لأن بعض الناس يفهم يحصر الأسباب بشيء معين. فإذن أقول أن التوكل يعني الأخذ بالأسباب، هذا التوكل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا حديث صحيح، تداووا أمر، هناك بعض الشبهات يريدها بعض الناس قديما وحديثا، وقد يريدون نصوص يظنون أنها تتنافى مع الأخذ بالأسباب، أو أنها تجعل الأخذ بالأسباب سبب لضعف الإيمان. قد لا يحرمون الأسباب لكنهم يظنون أنها تضعف الإيمان، وهذا خطأ. يستدلون بحديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون ونحو ذلك من الأخذ بالأسباب. وهذا راجع إلى أن أكثر الناس لا يفقه الحديث، فالحديث ليس لا يعد دليل على ترك الأسباب، بل العكس، يعد دليل على فعل الأسباب. وكيف؟ هو أن الأدلة في عمومها وما كان عليه السلف الصالح النهج الذي من ثوابت الدين، أن المسلم إذا أصيب بمصيبة وقدر ومنها المرض وقدر على أن يدفع المصيبة بالأسباب فيجب عليه أن يدفع المصيبة بالأسباب، إلا أن هذه القاعدة قد يكون لها استثناءات. الاستثناء ليس قاعدة، الاستثناء ليس قاعدة، حتى سنن الله الكونية لا استثناء، لكن هذا الاستثناء لا يخرق القاعدة، بل تبقى القاعدة سليمة ثابتة من ثوابت الحق. على سبيل المثال السنة الكونية، الله عز وجل من سنته أن جعل الشمس تشرق وتغرب يوميا إلى أن يأذن الله بغروبها من مغربها، ولا تتخلف هذه السنة. ومع ذلك الله عز وجل استثنى هذه السنة ساعة من نهار، أو قفر الشمس ساعة من نهار لنبي من أنبيائه. فهل اختلت هذه السنة؟ إذن كذلك السنن الشرعية والأوامر الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر أنهم لا يسترقون، هذه منزلة لا أستطيع أنا وأنت أن نصل إليها لمجرد أن نتمناها، ولا يصل إليها إلا هذه 70,000 من كم من ملايين الأمة، كم هم من ملايين، كم نسبتهم ملايين الأمة، نسبة ضئيلة جدا. وكيف تكون؟ على كلام كثير من أهل الفقه في العلم قالوا عدة وجوه: أولا هذا الكمال في الإيمان، ولا أحد منا يدعي الكمال، الكمال توفيق من الله عز وجل، فأن وصل إلى درجة الكمال لا يحتاج